تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. لا صوت يعلو على صوت الحرب، اجل هي الحرب، ومين سماها بالحرب؟ اتو اتو خرج وكان في نوع من انواع التحميس الزياده عن اللازم للاعبي منتخب الكاميرون، واتو قال التصريحات اللي كلنا شفناها وكلنا سمعناها، ولكن عمرو اديب بيكشف فيه اسرار خفيه كده ممكن تحصل من ايدته على ارض الملعب تخلي المباراه لصالح الكاميرون، وفي بعض التلاعبات اللي كشفها عمرو اديب ممكن تحصل لصالح الكاميرون وضد منتخب مصر. عمرو اديب اتكلم على اللي هيعمله ايدته ومخططه لاسقاط منتخب مصر، واتكلم على الفرحه اللي غير موجوده في قناه بي ان سبورت بعد فوز منتخب مصر على المغرب، وكأنهم كانوا في جنازه مش كانوا في مباراه كره قدم، واتكلم عن معلق المباراه اللي المباراه في وادي وهو في وادي اخر. تعالوا نطلع ونسمع عمرو اديب، بالمناسبه عشان تبقوا عارفين بس انا ضد عمرو اديب في حاجات كتير بيقولها، وعمرو اديب زملكاوي، انا سياسيا ماليش دعوه عمرو اديب بينتمي لايه ولا بيقول ايه، ولكن لما بيجي بيتكلم رياضه انا بتكلم وبرد عليه. فعمرو اديب الكلام اللي هيقوله ده في 99.9 صحيح مليون في المية. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عمرو اديب قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناة الاهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف عمرو اديب والحكاية من البداية للنهاية، وتعالوا لي تاني اوعوا تحضروا الفيديو وتمشي، لا عندنا تعليق مهم لازم تسمعوه. يلا نطلع ونسمع ونشوف عمرو اديب قال ايه ونرجع مع بعض، يلا بينا. حديث الساعة والولاعة وكل ساعة مباراة الكاميرون، لو تشوفوا ايدته وهو بيكلم اللعيبة بتاعتهم، فيعني الراجل عندهم طريقة تحميس غير طبيعية في ماتشنا وفي الماتشات التانية وفي كل الماتشات. الحرب الحرب الحرب، هو بالنسبة له الحرب الحرب الحرب. انتوا وصلتوا لغاية المرحلة ديت، الحرب الحرب الحرب. بصوا أنا ما عنديش مشكلة في الحرب، فنحن لها والمنتخب لها وصلاح لها وكل مصر لها، بس بالعدل بالنظافة بالقسطاس بالذوق بالمهارة بالحرفنة، إنما بالألعاب البهلوانية والحاجات الغير طبيعية هذا أمر آخر. أنا بأناشد الإخوة في اتحاد الكرة إن هم يزنوا بشكل واضح، لانه النهارده ابتدينا نسمع عن اسم حكم كده بسم الله الرحمن الرحيم، من اولها كده شكلها مش حلو، سكه لو هو سكه مش حلوه. فلو سمحتم خلوها، يعني احنا خلاص البطوله فيها مشاكل في الملاعب وفي الارضيه وبتاع، دي اشياء انت مالكش يد فيها، انما تمد ايدك على الماتش ده بقى وضع اخر، ودي مسألة واحنا كجمهور هنشوف وهنراقب فريقنا لعب كويس وحصل اي ملاعيب شيحة، احنا بنقيم فرقتنا. انا فرقتي تكسب او تتغلب بالعدل والقسطاس، يعني بالدقيقة بالثانية، مش بألعاب بهلوانية. ده رأيي وده اللي أنا شايفه، وأنا بقول وبعيد رجالة مصر عملوا أعظم حاجة وأنا راضي عنهم تمام الرضا. اللي جاي بعد كده حمادة تاني، اللي فات كان حمادة فيه مجهود، اللي جاي حمادة فيه عرق تعب مجهود وعدل. نحن نطالب بالعدل، العدالة العدالة يا جماعة، بس ده من حق، احنا مش طالبين شيء. لعبتوا انتوا كويس بقى واسود الكاميرون ونمور الكاميرون ومش عارف ايه، حلال عليك،
حلال عليك زي ما بيقول الشام عباس، انما اي حاجه كده او كده احنا قاعدين وبنتفرج وبنشوف. وانا بأحمل اتحاد الكره المصري المسؤوليه ان يخاطب كل الجهات، اتحاد افريقي ولجنه منظمه، ويطالب بالعداله. يا رب يبعت لهم عريضه. انا بقول وزير الشباب والرياضه انه يتصرف في هذا الامر، يبعت عريضه. احنا لا نطالب بشيء، احنا بنطالب بالعداله في البي سي ار. العداله بكره ما نلاقيش نص الفرقه موقوفه علشان اشتركوا في الخناقه. ما لاقيش نص الفرقه بكره موقوفه عشان اشتركوا في الخناقه. والعداله في المباراه ثلاث عدالات، الست عدالات لازم تبقى معانا. ثلاث عدالات زي ما محمد قنديل قال. عندي ملاحظه قد تكون غير موضوعيه، هو انا بعترف من الاول اهو، مش موضوعيه، شخصيه. هو انا ليه حاسس ان الاخوه في بين سبورت مش فرحانين لنا قوي؟ ولا ده احساس لا علاقه برصيد تاريخي عندي؟ تاني يعني في كده صفراويه في السعاده بفوز منتخب مصر، وانه منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد اللي وصل. فيعني حاسس كده انه يعني ما اعرفش، حسيت كده يعني. جايز انا بيتهيألي جايز هم فرحانين لنا وانا اللي مش واخد بالي، بس انا بطلب منهم ان هم يبقوا موضوعيين. يعني انا شفت اللي اتعمل للفرق التانية ومش عايز اتكلم على مين قبل كده، واللي اتقال واللي اتعمل ودول وهم وكذا وكذا، مش عايز اقول مين. انما حسيت النهاردة كده في برود، في كده يعني الشاب بتاعنا احمد المحمدي هو بيتكلم سخنان والحكم والبتاع والله يعني كويس، يعني هنيئا لمصر. يعني ايه؟ فين الفرحه؟ فين الابتسام؟ وريني اسنانك. انا ما بطلبش منك حاجه، انا بقول لحضرتك ده المنتخب العربي الوحيد اللي وصل، وانتوا محطه عربيه فقفوا وراه. انا ما طلبتش حاجه. عارف لو في فرقه عربيه تاني اقول الراجل محايد ومش عايز بس حد يتضايق، انما في ايه؟ مالكوا يا جماعه؟ دي مصر، شويه كده برضو ادونا حته. الامر الاخر، معلش برضو ده موضوع ناس كتير معترضه على الاخ المعلق على المباراه. انا فاهم ان هو حابب يبقى محايد، موقفه صعب مصر والمغرب، انما احنا ليه وسط الماتش بنسرح؟ احنا ليه وسط الماتش بنقعد نحكي حواديت تاريخيه؟ طيب لما جه الجون الاولاني بتاع مصر انت كنت فين؟ تحس ان هو كان في حته ورجع. الدقيقه 116 او 117 الواحد بيعيط وبيطلع دخان من دماغه، وده بيكلمنا على كرواتيا ومش عارف ايه وتصفيات ايه وبتاع ايه. يا عم الماتش خلفية تاريخية ايه يا عم الماتش ده؟ صلاح هو والجون الماتش ده، رمضان صبحي ضيع كرة الماتش يا باشا. انا فاهم الحياد ما يعنيش ان انا ابقى في حته تانية. لو سمحتم يا اخوه في بين، معرفش اذا كان بين دي زي بقيه المحطات فيه رئيس تحرير بيكلم الناس ويوجهه، قولوا للمعلق انه لو سمحت يوصف لنا الماتش. وبعدين هو ما بيبلعش ريقه،
بس اللي بيتكلموا ملوش علاقة بالمباراة خالص. فلو سمحتم قولوا له حاجتين، المحطة دي انا عايز منها حاجتين ان شاء الله، لو ربنا يعني اكرمنا وكسبنا الكاميرون ووصلنا النهائي عايز اشوف سنانكو، عايز اشوف سعادتكو. واحد اتنين، لو هتجيبوا نفس المعلق قولوا له لو سمحت الماتش يا كابتن، يعني حضرتك الماتش يعني التاريخ ومش عارف كان سنة كام ودي سنة كام، والاوقات طويلة وبينسى المباراة خالص، والماتش ايه؟ ضرب خناقات. المغرب في اوقات كتيرة بعد ما جابوا الجون كانوا طريقة ان هم يموتوا المباراة انه يبقى فيه اشتباكات قوية، فاللعيب يقع ونوقع في المباراة ونجيب الكرة ويدخل ناس تعالي ومش عارف ايه عشان الماتش يموت. طبعا المغرب غيرت اسلوبها بعد ما احنا اتعادلنا وكسبنا، وصف لنا حاجة يا عم احنا يعني، وبعدين ما عندناش غيرك، ما نقدرش نلاقي حد تاني، او اسمع الراجل الانجليزي بقى. فانا بطلب كزبون كمشاهد من بين حاجتين، ادونا نفحة كده، مصر مصر حلوة يعني، يعني شوية يعني مش عايزين حاجة فوق البيع خالص. نمرة واحد. نمرة اتنين، الراجل المعلق يعني ياخد باله من الماتش بس. نتغلب كورة في الملعب اهلا وسهلا، نتغلب بالاداء وبالنتيجة الشريفة المحترمة اهلا وسهلا، انما تلعب لي في الفار لا، تلعب لي في المساحات بتاعت اللعيبه وتقول ده عنده كورونا وهو ما عندوش لا، تجيب حكام بالاسم عشان تخدمك برضو لا، ان انت يعني مش كفايه ارتضينا بالمستوى المعيشي السيء وبالفندقه السيئه وبالحياه الغير راقيه والتثبيتات اللي في الشوارع والصراعات العرقيه والناس اللي بتشد مع بعض والحاجات اللي بتحصل في البطوله، كل ده مش مشكله، ولكن على ارض الملعب لازم حضرتك توفر لي الامن والامان للاعبين، دي رقم واحد. ما بقاش فيه، وكمان المشجعين اللي راحوا الله يرحمهم يعني من منتخب الكاميرون قبل كده بسبب سوء التنظيم، كل ده لازم يعني يتم تداركه الماتش بتاع منتخب مصر، ويبقى فيه حفاظ على امن وسلامه المشجعين وامن وسلامه اللعيبه داخل ارض الملعب وخارج ارض الملعب، ده رقم واحد. ورقم اتنين، رقم ثلاثه، الفار ما يتمش اللعب بالفار لصالح صاحب الارض عشان البطوله تنجح، ما لو صاحب الارض مشي يعني هيبقى البطوله ما نجحتش، ده على حد وصفهم، بس هيبقى باقي ايه؟ باقي ماتشين مش مشكله، باقي ماتش مش مشكله، ولكن اللي انا عايز اقوله واللي انا باكده ان ممكن يتم اللعبه في الفار، ممكن التحكيم يتم السيطره عليه، ممكن ممكن ممكن. عمرو اديب قال ان كل الممكنات دي لازم الاتحاد المصري لكره القدم يضع في حساباته ان الحاجات دي ممكن تحصل، فيعمل امر استباقي، يبعت يعني حاجه للكاف، يا كاف احنا بنتمنى التحكيم يكون عادل، الفار يكون عادل، الاجواء الرياضيه تبقى في الملعب ما يبقاش فيه اي مشاكل. دي بالنسبة لنقطة إيتو والكلام اللي قاله والحاجات والتخوفات اللي ممكن يعني تكون موجودة في مباراة مصر والكاميرون. نيجي لتاني حاجة وهو الصوان اللي بتنصب لأي مباراة فيها طرف النادي الأهلي أو منتخب مصر، أي مباراة النادي الأهلي بيفوز بيها أو مباراة لمنتخب مصر بتلاقي الصوان اتنصب في قنوات بي ان سبورت. عندهم هنا حاجة غريبة ضد مصر، الله أعلم، عندهم هنا حاجة مش مظبوطة ضد مصر. طبعا هم جاليات اخرى، اذا كان مثلا توانسة او مغاربة او جزائريين، كلنا كل العشق والحب والاحترام للمغرب والجزائر وليبيا وتونس والسودان وموريتانيا وكل الدول العربية بنحبها وفوق دماغنا وفلسطين، كل الدول العربية، ولكن يبقى عندك غضاضة من مصر، يبقى انت عندك حاجة في قلبك، العيب مش في مصر، العيب فيك انت يا بتاع بي ان سبورت يا اللي ما بتحبش الفوز للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. فصف النية عشان ربنا يديك،
وان شاء الله يعني مصر تاخد البطوله باذن الله باذن الله، وتحقق البطوله علشان الغضاضه دي جواكم تزيد وتقع ونفسكم تتكسر. ده بالنسبه للصوان اللي كان منصوب في قنوات بي ان سبورت بعد فوز منتخب مصر على المغرب. نيجي بقى للمعلق اللي في وادي ومصر في وادي والمغرب في وادي والاحداث الماتش في وادي وكره هجمه اخر البتاع، وهو يعني انا اتفرجت بتعليقات اخرى بصراحه، اتفرجت بتعليق مش بتعليق قنوات بي ان سبورت، وكمان لما بيجيب معلق انا ما بحبوش شيء طبيعي، انا ما اتفرجش عليه، بس انا ما اتفرجتش على المعلق فما اقدرش احكم بنسبه 100%، بس انا هاخد كلام عمرو اديب كمستند ان هو المعلق بيدخل في حاجات وبيجيب حاجات ملهاش دعوه بالماتش اللي هو اساس الموضوع. فاحنا بنتمنى من قنوات بي ان سبورت انها تحط معلق على كفاءه عاليه على مستوى عالي، وان شاء الله الفوز لمصر في المباراه القادمه على الكاميرون باذن الله. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو لو اول مره تشوفني اول مره تتابعني ولسه ما اشتركتش في قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.